بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية، شعبة نظم معلومات إدارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. دي المحاضرة التامنة لينا أونلاين. محاضرة النهاردة هتبقى تدريب على شكل الامتحان بإذن الله. امتحان الفرقة الثانية هيبدأ يوم الاثنين 1/6/2020. الامتحان هيبقى على موقع المعهد وهيبقى امتحان أونلاين. مدة الامتحان هتبقى ساعة. شكل الامتحان هيجي لك 20 عبارة، 10 عبارات صح وغلط و10 عبارات اختياري اللي بنسميه او بنقول عليه مالتي تشويس. هنتدرب النهاردة ان شاء الله على شكل الامتحان. بإذن الله الاسبوع الجاي هينزل لك على موقع المعهد 100 عبارة او 100 سؤال، 50 منهم صح وغلط و50 اختياري. الامتحان اللي هيبقى قدامك على موقع المعهد لا يخلو او لا يخرج من 100 عبارة. 20 عبارة اللي هيجولك مش هيطلعوا بره 100 عبارة اللي هيبقوا على موقع المعهد. نتدرب كده ونشوف شكل الامتحان كده. مثلا في الصح والغلط لما نقول التسويق لا يقتصر على السلع والخدمات بل قد يشمل الافكار ايضا. نفكر فيها كده، التسويق ما بيقتصرش على السلع والخدمات بل قد يشمل الافكار. طبعا العبارة صحيحة. 2 بنقول تتطلب الاستراتيجية التسويقية تحديد السوق المستهدف وتصميم المزيج التسويقي المناسب. العبارة صح ولا غلط؟ طبعا العبارة صحيحة. 3 بيقول توجد اختلافات جوهرية فيما بين السلع والخدمات، ودي احنا شرحناها بالتفصيل. عايز اقول لك مفهوم السؤال، هل في اختلاف بين السلع والخدمات؟ طبعا في اختلاف بين السلع والخدمات، وبالتالي العبارة صحيحة. 4 السعر هو العنصر الوحيد الذي لا يسهل تغييره حسب حالة السوق. السعر هو العنصر الوحيد اللي مش صعب او ما بيسهلش تغييره حسب حالة السوق. صح ولا غلط؟ طبعا العبارة خاطئة. ب 5 يعتبر التوزيع احد عناصر المزيج الترويجي. عايزين نركز يا شباب ونفرق بين المزيج الترويجي والمزيج التسويقي. طبعا العبارة هنا خاطئة. 6 استراتيجية السعر الواحد. استراتيجية السعر الواحد تعتمد على قدرة العميل على المساومة. صح ولا غلط؟ طبعا العبارة خاطئة، عشان قلنا استراتيجية التسعير السعر الواحد دي بتسمح ببيع السلعة بنفس السعر لكل المستهلكين في الأسواق المختلفة تحت ظروف معينة زي الوقت والمكان والخصومات والمسموحات. 7 يتم تنمية القوى البيعية عن طريق تدريب رجال البيع فقط. طالما قلت فقط تبقى العبارة خاطئة. 8 ليس هناك اختلافات بين الدعاية والإعلان. يعني مفهوم العبارة ان مفيش اختلاف بين الدعاية والإعلان. طبعا في اختلاف وبالتالي العبارة خاطئة. 9 لا توجد علاقة بين إدارة الإنتاج وإدارة التسويق في المنظمة. صح ولا غلط؟ طبعا عبارة صحيحة، عشان في علاقة قوية جدا بين إدارة الإنتاج والتسويق في المنظمة. العبارة رقم 10 البيع الشخصي هو أحد عناصر المزيج الترويجي. عبارة صح ولا غلط؟ طبعا شرحناها بالتفصيل، وده اللي قلناه من شوية، في فرق ما بين عناصر المزيج الترويجي وعناصر المزيج التسويقي. ده شكل الامتحان اللي انا هيجي لي 10 عبارات صح وغلط واتدربنا عليهم. هشوف بقى العبارات اللي هي مالتي تشوز او الاختياري بيبقى شكلها ايه كده. مثلا بيقول لي يؤكد الخبراء على ان التسويق الف يخلق الحاجات، 2 بيلزم الافراد بالشراء، 3 يفرض الوسيله الملائمه لتلبيه الاحتياجات، ولا بيؤثر على الرغبات. بالتاكيد الخبراء بياكدوا ان التسويق ده طبعا هو اللي بيخلق الحاجه للشراء. 2 يتم التعرف على نقاط القوة والضعف بالمنظمة من خلال تحليل بيئتها التسويقية. من خلال بيئتها التسويقية الداخلية ولا الخارجية العامة ولا التنافسية ولا الخارجية الخاصة؟ طبعا من خلال تحليل بيئتها التسويقية الداخلية، وبالتالي انت في الامتحان هتعلم على ألف. 3 يتعلق تحليل الدخل القومي بتحليل بيئة التسويق الداخلية ألف، ب الخارجية الخاصة، ج التنافسية، د الخارجية العامة. طبعا
تحليل بيئة التسويق الخارجية العامة، وبالتالي اختار الاختيار رقم د. 4 المفهوم النقطي اللي بيراعي المسؤولية الاجتماعية للمجتمع، المفهوم ألف الحديث للتسويق ولا المفهوم البيعي ولا المعدل للتسويق ولا السلعي. طبعا الألف اللي هو المفهوم الحديث للتسويق. 5 نقط هو العنصر الوحيد من عناصر المزيج التسويقي الذي يكون له إيرادات، ألف تنشيط المبيعات، ب التسعير، ج البيع غير الشخصي، ولا د الترويج. طبعا الترويج هو العنصر الوحيد اللي من عناصر المزيج التسويقي اللي بيكون له إيرادات. 6 من أهداف التسعير، ألف البقاء في السوق، ب تعظيم الربح، ج تحقيق أكبر حصة سوقية، د كل ما سبق. طبعا كل ما سبق اللي هو البقاء في السوق وتعظيم الربح وتحقيق أكبر حصة، وبالتالي أنا هنا بختار د. 7 النشاط الذي يهدف إلى الحصول على رضا المستهلك وضمان ولائه للشركة ولمنتجاتها لأطول فترة ممكنة، ألف التجارة، ب البيع، ج الاقتصاد، د التسويق. طبعا الإجابة الصحيحة د اللي هو التسويق. 9 من أهمية التسويق أو 8 بيؤدي دور هام في المجتمع، ب يؤدي إلى إطالة عمر المنظمات، ج تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية الاقتصادية، د كل ما سبق. طبعا الإجابة الصحيحة د كل ما سبق. 9 من أشكال التوزيع غير المباشر، تجار الجملة، ألف ب تجار التجزئة، ج ألف وب معا يعني تجار الجملة وتجار التجزئة، د لا شيء مما سبق. لا طبعا الإجابة الصحيحة ج اللي هي ألف وب، عشان من أشكال التوزيع غير المباشر ليه أكتر من شكل ومنهم تجار الجملة وتجار التجزئة. نقط مفهوم إيه اللي معناه الطريق الذي تنساب إليه خلاله أو تنساب إليه أو من خلاله السلعة أو الخدمة من المنتج إلى المشتري النهائي، الترويج ولا التوزيع ولا التسويق ولا التسعير. طبعا به اللي هو التوزيع. كل يا شباب الهدف يا شباب من مراجعة النهاردة اللي أنا عايز أقول لك، الامتحان مش هيبقى بالشكل ده، هيجي لك 10 عبارات صح وغلط وعشر عبارات اختياري، ما عليك اللي انت قصاد العبارة صح او غلط هتعلم يا اما عبارة الف صح يا اما به، اما الاختيار من المتعدد او الاختيار او المالتي تشوز انت هيبقى دورك اللي انت هيبقى نقطة زي دي قدامك او عبارة زي دي انت هتختار مثلا الف او ب، هتعلم على الف او ب او جيم او دال. بكرر تاني الكلام يا شباب وبقول لكم ان الامتحان ان شاء الله هيبقى على موقع المعهد، وامتحانات تانية هتبدأ من يوم الاثنين 1/6. الامتحان هيبقى مدته ساعة، والامتحان open book. الامتحان عبارة عن 20 عبارة، 10 عبارات صح وغلط و10 عبارات اختيار ومتعدد. ان شاء الله الاسبوع الجاي هينزل على الموقع 100 عبارة، المية دول 50 صح وغلط و50 اختيار متعدد، وهينزلوا باجابتهم. وان شاء الله الامتحان او النموذج اللي هيبقى معاك كل طالب هيبقى ليه نموذج غير الطالب التاني باذن الله. النموذج او الامتحان اللي هيجي لك مش هيطلع بره الميت عبارة. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب باذن الله السنة الجاية، وانتم معانا في الفرقة الثالثة، مع اطيب امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم.